دلوقتي معانا الفنان عمرو عبد الجليل اللي بطل فيلم كلمني شكرا، كان اخر اعمال الفنانه شويكار. ازي حضرتك؟ مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اولا بقيه في حياتك طبعا بنعزيك الفنانه شويكار. البقاء لله. ده كان اخر اعمالها، فكنا حابين نعرف الشغل معاها كان عامل ازاي، وحضرتك اكيد كنت بتتابعها من قبل كده، فاحكي لنا كده عنها في الكواليس والشغل معاها كان عامل ازاي في الفيلم. والله كانت حاجه جميله جدا فوق الوصف يعني، وطبعا كنا كلنا يعني صغيرين او في بداياتنا او يعني، وهي جت كبرتنا وعملت لنا اهميه يعني، وجودها في الفيلم كان حاجه كبيره جدا 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 بالنسبه لنا. طب وهي عامه يعني في الكواليس كانت من الناس الهاديه؟ يعني احنا دايما بنسمع عن الفنان شويكار انه كانوا من الناس الملتزمه قوي، هي والاستاذ فؤاد المهندس بيجوا في مواعيدهم دايما مركزين في شغلهم، فده لاحظته في كلمني شكرا. دول اساتذه كبار بنتعلم منهم الالتزام والاحترام وحب العمل يعني معاني كتيره جدا اتعلمناها منها والله. طب قول لنا كده اكتر اعمال كنت بتحبها للفنانه شويكار، واكتر جمله او اكتر افيه. سيدتي الجميله طبعا، دي من علامات المسرح المصري، ومن روائع ادوارها على فكره من وجهه نظر انا، يعني من اروع الادوار، ومحدش يعرف يعمل الدور ده تاني. هو كان دور صدفه، كان دور فظيع. طب قول لنا كده لو فاكر جمله من الجمل الشهيره ليها، لان احنا حتى بنسال برضو الجمهور، فنحب نعرف الفنان عمرو عبد الجليل لو في جمله من الافلام او المسرحيات يعني من افتاءاتها. مثلا انت والدك كان قائد طابيه. ايوه. انا والدي كان قائد طابيه طبعا. كانت لذيذه جدا جدا. طب ممكن نستغل طبعا الفرصه بقى ونسال حضرتك اخر اعمالك الفنيه ايه يا نجم؟ انا حاليا بصور فيلم مع الاستاذ شريف عرفه المخرج الكبير، ومع الاستاذ محمد هنيدي والفنانه منى شلبي. حلو قوي ده. صابرين ده شغل كبير. ان شاء الله باذن الله. لا كل التوفيق ان شاء الله. هل هينزل في قريب ولا لسه قدامه شويه؟ ربنا سهل بقى والسينمات تفتح ان شاء الله. يا رب يا رب، احنا بس نخلص من الكورونا. التوفيق. شرفتنا يا رب ان شاء الله. شرفتنا. شكرا حضرتك جدا. ميرسي جدا. نشكرك جدا. مع السلامه. باي باي.